المداخلة المهمة دي جدا مع ماركوس ليندرجس، ده صحفي سويدي وكان من أكتر الناس اللي بتتابع صفقة وسام أبو علي للنادي الأهلي، وكتب كثير الكواليس في هذه الصفقة. نسأله أكتر عن كواليس إتمام الصفقة للنادي الأهلي. ماركوس مساء الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. أهلا أهلا وسهلا بكم. الأول عايزك تقول لي كواليس اللي أنت تعرفها حول هذه الصفقة وانتقال وسام أبو علي للنادي الأهلي. Sorry, it's the sound isn't as good as it was before. I hear very bad. Marcus? هل الصوت مش واضح؟ أكرر السؤال. Oh, what I think about the transfer? أعتقد. Yes. Yes, Marcus. Are you still there? What I think about the transfer? Yeah, I think it's a very good transfer. أعتقد أن صفقة انتقال وسام هي صفقة جيدة. هو لاعب رائع، يستطيع أن يقوم بالكثير من المهام في الملعب. هو رأس حربة ممتاز، قادر على إحراز العديد من الأهداف من كل الزوايا كما رأيتم. يتمتع بقوة هائلة، لعيب سريع وقوي، فبالتالي أعتقد أنها صفقة جيدة بسبب أنه قد أحرز بالفعل العديد من الأهداف من الأندية السابقة. أعتقد أن أسلوب لعب وسام مناسب جدا، أسلوب، لذلك أعتقد أنه سيكون إضافة ونجاح كبير للنادي الأهلي. طيب أنا عايز أسألك، هل اللاعب كان لديها بعض العروض الأخرى غير النادي الأهلي خلال هذه الفترة؟ لا، في الفترة الأخيرة فقط كان لديها عرض، العرض الجاد الوحيد كان من النادي الأهلي. طيب، كلام كتير اتنشر الفترة اللي فاتت انه اللاعب يعاني من مشكلة في القلب بسبب حادثة حصلت له في احدى المباريات في الدوري الدنماركي سابقا. هل اللاعب تعرض لأي مشكلة في السويد خلال فترة لعبه مع نادي سيريوس؟ هل اللاعب بحسب معلوماتك عنده أي مشكلة في القلب؟ نعم، ولكن كان هذا قبل مرحلة السويد، كان منذ عام تقريبا. أعتقد أنه أتى بشكل سليم، لعب 16 مباراة، أحرز 10 أهداف، أدى أداء مذهلا، فبالتالي لا أعتقد أنه يعاني من أي مشكلة. كان هذا أمر قديم، أنا متأكد من ذلك.